مؤتمر الناشرين الذي يعقد في الشارقة هو أول مؤتمر دولي عالمي يعقد على مستوى العالم بعد جائحة كوفيد 19 على أرض الواقع، وهو أول مؤتمر للناشرين في صناعة الأدب وصناعة الكتاب يعقد في أرض الشارقة. اليوم نؤكد أن 73 دولة تضع ثقتها في الشارقة وفي دولة الإمارات أن تكونوا متواجدين هنا، أكثر عن 313 ناشراً أتوا لهذا المؤتمر. اليوم نؤكد للعالم أن العالم يقرأ من الشارقة، وأن الأمل لا زال موجوداً في صناعة النشر وأيضاً الصناعة الأدبية عموماً على مستوى العالم.